السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ عبد الهادي وانج، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفضيلة الشيخ علي كرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسعادة الأخ وزمان المشرف والمدير التنفيذي لمؤسسة ما يقصى، والسادة الحضور جميعا، السادة العلماء، حياكم الله وبارك الله فيكم وشكر لكم جهدكم وحراككم وتحرككم وتجشمكم الصعاب من بلاد شتى وبقاع مختلفة إلى هذه البقعة المباركة في أقصى الشرق من أجل القدس والأقصى، لا سيما في هذه الفترة بالذات. وإني لأشكركم باسمي وباسم هيئة علماء فلسطين في الخارج وباسم أهلكم في فلسطين عامة وفي المسجد الأقصى المبارك وما حوله، بيت المقدس خاصة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله جهدكم وجهادكم، ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الداتو محمد نجيب ومعالي وزير الشؤون الدينية الدكتور الداتو جميل الخير على هذا الخير وعلى هذا الفضل وعلى الرعاية الكريمة التي يعني أولوتموها أولاها أولتها الحكومة والشؤون الدينية للقاء العلماء، هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، ولأهلنا في ماليزيا، للشعب الماليزي كله الشكر والتقدير، الذين تعشعشوا القدس وفلسطين في قلوبهم. فهذا اللقاء لقاء العلماء الذين يثبتون إسلامية هذه القضية وحقيقة عمقها. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. هؤلاء العلماء الذين هم عنوان إسلامية القضية، لعل أخي يترجم أم ماذا؟ هل يوجد ترجمة؟ بدون ترجمة. لا، نعم، الحمد لله، نعم. فجزى الله خيرا علماء الأمة على اهتمامهم وحملهم لهذه القضية. هذا الملتقى أيها السادة العلماء هو ملتقى هوية الأمة، القدس هوية أمة، والقدس عاصمة فلسطين مؤقتا، ثم هي عاصمة الأمة، كل الأمة بإذن الله تعالى، كما أشارت إلى ذلك النصوص. فهذا الملتقى يؤكد دوركم أيها السادة العلماء ومكانتكم في تحريك الشعوب، بل في تحريك والضغط على قادة الشعوب لأخذ مكانهم ودورهم وتولي مسؤولياتهم، لا سيما في هذه الظروف القاهرة والقاسية، في ظلال وعد ترامب الجديد، في إعلان ترامب عن يهودية الدولة، عن يهودية القدس ويهودية فلسطين
وحق الكيان الصهيوني أن يعلن يهودية دولته هذه العنصرية. يأتي اجتماعكم هذا ليبرز هوية فلسطين وهوية القدس وأنها مسلمة وأنها إسلامية ولا يمكن أن تكون لغير المسلمين. فالمسلمون، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي رفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يأتي المسلمون من بعده ويقولوا هنا صلى عمر بن الخطاب، ينبغي أن يقام مسجد مكان هذه الكنيسة. ولذلك، لأن المسلمين يؤمنون بحق كل أصحاب الشرائع في مقدساتهم فهم المستأمنون وهم أصحاب هذه القضية التي ينبغي ألا يتولاها غيرهم. في هذه الظروف أيها السادة العلماء، فإننا مع إخواننا فيما يقصى ومع مشايخنا، فنحن هيئة علماء فلسطين في الخارج جزء من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تداعينا إلى هذا اللقاء لكي يعلن العلماء دورهم. وسامحونا إن كان في هذه الافتتاحية كلمات ترحيب فقط من الإخوة المنظمين، فكلكم أهل وأصحاب كلمات ينبغي أن تقال، ولكن كان إيثار إخواننا أن يكون هذا اللقاء عملياً وأن يخرج بنتائج عملية تمثل دور علماء الأمة أولاً ومن بعدها من يقودون، والعلماء يقودون الشعوب ويقودون الحكام، يوجهونهم ويضبطون مسيرتهم، لكي يكون هذا المؤتمر وهذا الملتقى ورشات ولقاءات نخرج من خلالها بمخرجات عملية تصب في إطار العمل الجاد لتحرير مقدساتنا وأرضنا. وأظن أن الورقة الرابعة في اليوم التالي ستكون بإذن الله تعالى غدا حول الخطوات العملية والخطة الاستراتيجية لتحرير فلسطين. نحن على أبواب التحرير رغم هذا الظلام الدامس، فما بعد شدة الظلام يكون الفجر بإذن الله تعالى. وقبل أن أختم أيها السادة العلماء، نحن في هيئة علماء فلسطين في الخارج نأمل أن يكون لنا في كل بلد مع علمائها وأهلها ملتقى لكي نكون للكيان الصهيوني وترامب الرئيس الأمريكي أن علماء الأمة يحركون شعوبها كلها، بل يحركون كل منصف من أجل القدس ومن أجل الأقصى ومن أجل فلسطين. فنأمل أن تكون هذه الملتقيات، وأن نحذو حذو إخواننا في ماليزيا الذين تبنوا هذا الموضوع، وأعتقد اليوم أو غدا بعد يومين سيكون ملتقى في تركيا أيضا تقيمه الشؤون الدينية من أجل القدس، وتدعو إليه من أفضالكم من علماء الأمة لهذا الغرض. وأيضا أملنا أن ننطلق بفكرة وضعت في لجنة القدس منذ تأسيسها، وهو ملتقى علماء الأمة الأكبر الذي يتدرج على مدة 5 سنوات ليبدأ 1000 عالم من أجل نصرة هذه القضية وحملها في الآفاق.
حتى يعلم عدونا أن قدسنا وأقصانا مهما كثرت مآسينا ومهما اشتدت وقست ظروفنا وأحوالنا لا يمكن أن تنساها الأمة. فلقد رأينا مسيرات التحرك والانتصار للقدس في سوريا، في العراق، في المناطق التي فيها آلام وجراح، وفي مصر، وفي كل فضلا طبعا عن البقاع المعافاة السليمة في تركيا وماليزيا وأندونيسيا وباكستان وموريتانيا ومن لم أذكر أكثر ممن ذكرت. هذا دليل على أن الأمة حية وأن القدس في بالها. وهذا أيها السادة العلماء يزيد دوركم ويعظم مسؤوليتكم في تحريك هذه الجهود وضبطها، لعلنا بإذن الله تعالى نصلي معا قريبا في المسجد الأقصى المبارك، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مؤتمرنا هذا وأن يخرج بمخرجات عملية طيبة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.